هاي جايز، كيفكم؟ صباح الخير، مساء الخير. صمت مشي فيت، جهزت حالي، ما عملت ميك اب، جهزت حالي يعني لبست وغيرت الشنطة لأنه صرعت راسي. ليش لزقتي على الشنطة هذيك؟ لزقت. طب أنا بحب شنطة، ليش أغيرها كل فترة وفترة؟ بس خلص يلا عشان ما تزعلوا، غيرت الشنطة، انبسطوا انجوي. غيرت زاوية التصوير عشان تشوفوا باقي الغرفة، أول مرة بحياتي بصور هيك. اكتشفت شغلة، إنه نحن عنا واجهة يعني 10 شبابيك ما شاء الله، الإضاءة جاي بكل مكان. أنا ليش مصرة أصور هيك؟ ما بعرف، فقررت أصور هيك. المهم طلعنا على مطعم، فقررنا نعزم لولو لأنه يعني هيك حابين نطلع مع اشتقنا له كتير، مع إنه امبارح شفته، قبل امبارح شفته، بس عم بشتاق له كتير. فقررنا ناخدها معنا هيك، نعزمها عزيمة سرية ما بتعرف عوين، وبعدين طالعين نعمل فعالية كمان ما بتعرف عوين هي. فتعالوا معنا انتم مشان تعرفوا. I think هي ما بتتابعني على السناب، فرح أقلكم إنه رايحين كارتينج ورايحين على ميت موت، مطعم ميت موت، عن معزومين. ف ترقب الستوريات. الاوتفيت نار، الميك اب اللي مش موجود نار، حطيت تنت مش شطر موشي، وانا صرت جاهزه، عملت لي سكين كير ودان. يلا ليتس جو، بدي اروح اجيب مياد وميلا واشتري لهم هدايا. ليتس جو. اوكي، سو اليوم راح تضلوا تشوفوا شعري يمين يسار، ما راح تشوفوه على النص، لانه مثل ما قلت لكم حسيت انه هون عم يصير فراغ براسي هون، فلا مستحيل الصراحه. ضلكم هيك فرقوا، لا تضلكم تفرقوا على مكان واحد، يعني سووا فرق هون مره هون مره، عرفتوا كيف؟ فهلا رايحة أنا، وهي معلومة قبل ما أروح. أوكي، اللي ما بيعرف سيارتي كانت قبل يومين بالتسليح، ضلت يومين بالتسليح لأنه كان فيها شوية أهطال، وهلا رجعت لي. I love you تيتي. شوفوا لي هالجمال، شوفوا لي هالحلاوة، لك أنا بحبك أنا. I love you I love you. شوفوا 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 شوفوا، يا ربي أنا، يا ربي يعني مستحيل أستحمل، مستحيل أستحمل. يروح أعبي بنزين، أنا امبارح بالضبط رجعت امبارح بالليل، يروح أعبي هذا بنزين عشان ننطلق. اوكي جايز، وصلنا. شوفوا مين معي. طبعا كانت نايمة السيارة عادي، اي حد عشان تعرفوا انه سواقتي مريحة طبعا ما شاء الله، يعني انا بتعرف قتل مع العالم بتتسابق لا معه. وشو السيارة انا بصير تهز، فانه هذا بيخلي الانسان ينام. فعن جد، فانا لو نانا ما بتتخانق مع السيارات الثانية ما كنت نمت، مستحيل اطلع معه. المهم جينا اليوم ناكل ميت موت، كثير متحمسة لانه هذا المطعم كثير مفضل عندي، ومش اول مره باكل من عنده، في كتير افرع له بالامارات. اوكي يا جماعه، اللي صار انه المفروض لينو مصطفى بسياره وانا ولولو بسياره، فنحن وصلنا. وهن شو مبلشين، لما اول ما طلعت من البيت قلت لهم انه وينكم؟ قال نحن وصلنا وانتم بطيئين وما ادري شو. قلت اوف ما شاء الله شو السرعه، لما طلعوا رايحين على فرع ثاني. المهم بس شو اسوي لهم، يعني رح نستنى نص ساعة مجبورين نصل عنه. الا مصر، انا قلت له هداك الفرع، انا ما قلت له ستوك، انا قلت له خوانيش خوانيش خوانيش، ما بعرف من وين جاب ستوك. كل الناس عم تسال وين لين، هي لين، لا تخاف وما رح نطلع بدون شعرك. بعد الاردن بطلنا نطلع بدون شعرك عن جد. فهلا بدنا نترك عنا شو مصطفى اخذهم على فرع الستوديو. يلا ايضا سجينا على مكان الشو. الله يلا نجي. اوكي رح يبلش الشو. الله ولعنا ولعنا الهاني اهم شيء، اهم شيء.
واو. شوفولي الأكل. هاي لين مبسوطة. مبسوطة لين كيف؟ لأنه آخر مرة رحنا بدونا، بس والله الأكل يعني مستحيل مستحيل مطعم المفضل. ها مصطفى الله يسعده عم يعمل لي إيديت لفيديو صور لي. الله يسعده يا مصطفى يا ربي. إحنا لو عنا اثنين مصطفى مش كنا قاعدين نعمل منافسة من تصويره أحلى. كلهم صوتوا إنه تصويري أحلى من تصويرك، بس أنت بالأدل أشطر صراحة يعني مشان الحرم. أنت الأدل أنا عجبني تصويرك، ما بعرف إني كيف اختار تصويرك. جينا نلعب كارتين كالعادة. خلصنا المطعم. أوه عم يلعبوا كرة سلة. يلعبوا كرة سلة. مين ومين؟ لولو ومين؟ الله ما بعدت ما بعدت. أوكي سؤال اللي صار، أنا ولولو كنا هون ولين لحالة، أنا كنت واقفة على جنب ما بقدر أصيب على النص، فلين سابتها بالغلط بالغش. لولو لسه مصرة تلعب. بدل ما كنت ما عم بدلت مشهور. 2000 years later. هاي جايز كيفكم؟ صباح الخير مساء الخير. أنتوا مستغربين أنا وين وليش وكيف وإمتى؟ خليني أشرح لكم بالدور. أول شيء مبارح جيت نمت عند لولو، فمشان هيك أنا بنفس اللبس. ثاني شيء أنا عند لولو لساتني لأنه طالعين مشوار هلا، بدي أطلع لولو والأولاد مشوار، بتعرفوا أنا الدرايفر بالبيت. المهم بدنا ناخذ مياد وميلا نعمل فعالية اليوم، فبدي أورجيكم الأوتفيت. أول شيء تعي ميلا ورجينا الأوتفيت. ميلا أوكي سو هذا هو أوتفيت ميلا. شو لونه؟ أورنج. كمان ميات عنده، بس ميات حبلة بلو بكره يلبس الأورنج. لسه ما أجا دوره يحكي، بعدي خليه. دور ميات يلا ورجينا شو معك. أوكي شو هذا؟ بليو. بليو؟ بلو. أوكي ردي نلبسكم؟ رح نعمل ميك اب لميلا طبعا ميلا طالعة على خالتها ما بتخليها هذا يحكي، بس هي بتحكي لحالها لأنها برنسس. اوكي بدنا نعمل لها ميك اب وبدنا نسوي لها شعراتها، وهذا ميودي بدنا نسوي له شعراتها. اوكي يا جماعة خلص رجلكم. اوكي نبلش بميودي البطل. هلا بدي اسوي له هذا الجمب سوت لانه هو بطل وبسمع الكلام. شو بدنا نروح نعمل اليوم؟ نرسم. صح ميلا انت بتعرف شو رح نعمل؟ نرسم. شو بدنا نرسم؟ شو بدك ترسم انت؟ انا برسم دبدوب. دبدوب وانت؟ تايجر. تايجر تعرف؟ انا بدي تايجر. طلع فيني التايجر. شو قال لك عمو؟ شو قال لي عمو عن شو؟ التايجر شو لولو؟ أورانج. يس ورجيهم الأوتفيت. لف لفة لف 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 ورجيهم كله 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 كله. وعطي خالته بوسة. وين خالته؟ وين خالته يعني؟ عطيه بوسة يا عمري. أنا يلا روح كل ساندويتش مشان ألبس ميلا وروح أسوي لك شعراتك. يلا برنسس. هلا دور برنسس. هلا دور برنسس ميلا. بعد ما البس هشرب مي. رح تشرب مي بس تخلص لبس. وشو كمان؟ شو لون الجمب سوت انت اللي لابستي؟ اورنج. هذا اورنج فكرته ريد. يلو اورنج. يلو. بدي امشط لها شعراتها ونعمل ميك اب. انا ما صح؟ نعمل ميك اب؟ ما عندي هالشي. يلا ورجيهم. شوفوا في عندي زئاب وشوسي وبينكي. اوكي لا ستوب ستاند اب. اوكي فاي راسك فاي راسك. ورجيهم الاوتفيت. دوري 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 دوري. اعطيني هاج وبوسه. يلا خالتو نانا اي لاف يو. هلا رح اشرب ماي. يس باي. اوكي هلا بدنا نسوي لها شعراتها للبرنسس. بما انه ما عندهم بخاخ مي بدي اجيب لها المحفوظ يعني هيك اعمل لها. ميلا عندك شاية شعر؟ وماما عندها هاي بس انا ما حصلت. هلا شو بدها تستخدم؟ اهم شيء الشعرات. هاي اللي انا صغيرة. كنت احبها من
امبارح. شوفوا ما اسمعوا يلا باي لا تخبط يلا شوف خلص فطرت الضحك ونرجع لكم اوكي عندنا البرنسس ميلا هون نسوي لها شعراتها خلصت فقرة الضحك هلا دور الشعرات الحلوين اوكي عندنا هدول النجوم راح احط لها اياهم ابيض اصفر ابيض اصفر يلا يا دي بلش تسوي لها شعراتها لميلا نسوي هيك بديك تطلع علي لوك ات مي يلا عنجد نسوي بسرعه اوكي هون اول وحده بهاي الطريقه شوفوا قربي ايوه نحط اول ستار هون شبك عزيزة عم وجعك يعني انا يلا شوفوا نحط له وايت هون ثبتي راسك 1 2 3 اوكي مرجيها لفلفي حط الثانية يلا ميلا بكتمي يلا نفرق بالنص نعمل لك واحدة هون هلا بدنا نروح نلون ميلا رح ترسم شو قلتي ديناصور؟ لا هكا قلت لك بير بير؟ لا ما قلت لي بير نسيت شو قلت لي شو قلتي لي؟ دبدوب صح بير صح هلا تذكرت صح دب يعني بير ما شاء الله 1 2 لوك ات مي اشوف لوك ات مي دول لازم يطلعوا هون كمان بدنا نعيدها ميلا ليش عم تعصبيني جايز جدا مزعجين لما يتفقوا مع اوكي سوينا الطرف الاول هلا بدنا نسوي الطرف الثاني لل هون توتو توتو يس حط لك التوتو الثاني هون حفرق لها هيك ماما ما بتسوي لي هيك يا حرام عليكي مين علمني انا اصلا ماما علمتني اسوي لك هيك شعراتك ماما قالت لك هيك يس لا انا ما بعرف كنت هي علمتني كيف يعني هي ماما كانت تسوي لك وستي ما بترضي غير من خالته نانا ياي لسه اخر وحده هون شو هالجمال شو لانه رح نعمل ميك اب كمان لازم طلع هيك شوي منكوش لانه ما كثير حطيت مي يعني بالعاده نحن بنترس لشعره مي لانه ما شاء الله شعره لوك ات مي ماي جاد لا مو باي باي لسه ميك اب عندك ميك اب؟ يلا استنى بحط لك ميك اب ظابط استنى نحط لها شوية بلاش لأنه هي كيوت أنا امبارح حطيت هاي بدون ما أقول لماما شو اللي تعمل في إيدك تمي خليني أدمجه بإيدي مشان ما نخرب البروشز لماما نفس الشيء هون وعلى النص هلا بنعمل هيك طلعي أب 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 أشوف لا تحركي وات هي راح على اذنك بس تحركتي كثير بيخرب ما بيطلع حلو اوكي ويت هون شكوشي شو لسه؟ حط لك حمرا؟ هاي نار خلصنا لشعرات للبرنسس ورجيها لفي شوفوا والميك اب اعطيني بوسه اي لاف يو
جايز، كيفكم؟ رجعت لكم. فاكرين بس بهتم ميا دميلة؟ لا، بهتم بحالي كمان. المهم رجعت مشط شعراتي، ومثل ما قلت لكم امبارح ضلكم تفرقوا على جنب عشان ما انه يضل معلم مكان الفرقة اللي بالنص. فخلص معتمدة الفرقة على جنب. لبست هذا الدريس، قديش مريح يعني، قديش يجي هيك لطيف خفيف. راح احمل نفس الشنطة ونفس الشوز، بس عملت لي سكين كير وانا هيك صرت جاهزة. فيلا ننطلق، بدنا نروح نعمل فعالية بسيطة، هي بدنا نلون. خليني اقول لكم كيف يعني، بدي يحطوا لنا لوحة مكان كله الوان، نحن بدنا نقعد نلون. رح تشوفوا بس اوصل بصور لكم انا. فليتس جو، عم يستنوني تحت، يلا.